مرمى التايلندي ممكن يكون مع قادم الدقائق، أرضية الملعب الماطرة المبللة، الأجواء الموجودة أحيانا تصعب على اللاعبين المهمة أو هضم الأسلوب التكتيكي بالنسبة للمدرب داخل منطقة الجزاء. كرة عراقية أولى، هي جول أيمن حسين. إذن أيمن حسين يسجل الأسبقية والأولوية والأفضلية والأحقية للمنتخب الوطني العراقي في أول وصول. كنت أتحدث عن لا وجود لتهديد عراقي على مرمى المنتخب التايلندي مع أول خمس دقائق، لكن بهذه الكرة من أرسيس مارتين وبالتالي اصطدت بالمدافعين. دربك كانت داخل منطقة الجزاء، كملها أيمن في الشباك التايلندية، كملها أيمن حسين في الشباك التايلندية، وبالتالي أيمن حسين يسجل ويثبت وجوده مع المنتخب الوطني العراقي ويقول ها أنا ذا ما زلت موجوداً.